كثير من الناس تتذمر من ضيق رزقها المادي وتبدأ بعملية المقارنة مع الآخر، يعني الذي لديه اليسير من الرزق. منهم من يتساءل من هؤلاء الناس: لماذا أعطاه الله ولم يعطيني؟ لذلك سنتحدث اليوم عن فقه الرزق وكيف تعامل الإسلام معه مع ضيفتنا المتخصصة بالتفسير الدكتورة أسماء اللدليمي. أهلا وسهلا بك دكتورة. بارك الله فيك. جمعا مبارك دكتورة. آمين أجمعين، الله يعطيكم العافية. الله يبارك فيكم. بالبداية لابد أن نتعرف معك ونتحدث عن فقه الرزق في الإسلام، أخبرينا عنه. يجب أن نؤمن أولا أن الله سبحانه وتعالى حدد لكل إنسان رزق، لكن لا نربط هذا الرزق بالمال فقط. حلو. الرزق في الصحة، الرزق في العلم، الرزق في الفهم. ربما عندي علم لكنه لا أستطيع أن أوجه هذا العلم. صحيح. الرزق في نفع الناس. صحيح. لأنه في الحديث الشريف بما معناه أنه من سار في حاجة الناس وقضى حاجتهم خير له من أن يعتكف. فإذا الرزق نحن لا نحصره بالمال. المسألة الأخرى يجب أن نفهم حقيقتين تتعلق بالرزق. أولا، ما قدره الله سبحانه وتعالى لا يخطئنا أبدا. ولو اجتمعت أهل الأرض جميعا، اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يبعدوا هذا الرزق عني، لا يستطيع أحد أن يبعده عني. ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن ينفعوني بشيء، وهذا في حديث ابن عباس لما قاله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس: اعلم لو أن الأمة اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بما كتبه الله سبحانه وتعالى لك. المسألة الأخرى، يجب أن أرضى وأقنع بما قسمه الله سبحانه وتعالى لي، لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بمقدار، وخلقه بعلمه وحكمته. فمثلا عندما الإنسان يصاب بمرض السكري فرضا، ويمنع الطبيب عنه السكر، أو كثر تناول التمر وهو يحب التمر، هل نقول لماذا منع عنه؟ لا، منع لحاجته، لمصلحته، لصحته. صحيح. فالله سبحانه وتعالى عالم كيف يتعامل الإنسان مع هذا المال. ربما هذا المال يطغيه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا هذا الطغيان، هل أرضى برزقي القليل وانبساطي مع الناس وتعاملي الحسن مع الناس ومحبة الناس لي، أم أسعى أو أتحسر لأن فلان عنده كذا وفلان عنده كذا؟ فالله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بما يصلح حالنا وبما يهيئ أمور حياتنا. نعم. لأنه ربما سأتكبر، طيب هل ينفعني تكبري في هذه الحياة؟ لا ينفعني، بالعكس سيكرهني الناس. ربما عندي مال قليل لكن هذا المال فيه البركة وفيه الخير الكثير، أستطيع أن أدبر نفسي فيه، وربما هذا المال القليل أستطيع أن أضعه في أماكنه المختلفة النافعة بدل أن أبعثره وأضيعه. فالعبرة إذن ليس بكثرة المال. ثم نفكر أن هنالك رزق سلبي ورزق إيجابي. الرزق السلبي منه المال، منه الصحة، منه نفع الآخرين، منه محبة الآخرين. لكن السلبي والعياذ بالله منه مثلا التكبر، منه مثلا الطغيان، منه الظلم. يعني والله حتى الأمور السلبية تسمى رزق. نعم. نهاية الأمر حتى هاي الأمور السلبية تسمى رزق. كل هذه الأمور مقدرة لنا. فكل ما قدر لنا هو رزق لنا. والله سبحانه وتعالى جعل كل شيء بمقدار. نعم. خلق الأرزاق قبل خلق السماوات والأرض. ولما يكون عمر الإنسان في رحم أمه 120 يوما يكتب ماذا يرزق، شقي أم سعيد. والشقاء والسعادة هو أيضا رزق. طيب دكتورة، مسألة تقدير الأرزاق بكل ما تحمله، يعني المعنى من بكلمة رزق. نعم. ربما تجعل الإنسان يتساءل، يعني هل هذا يعني ألا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوسع لي في رزقي سواء كان المال؟ نعم. لأننا نطلب. نعم. المال أو حتى. نعم. العلم أو حتى الجمال. لا لا لا، يعني هل مثلا التقدير يتعارض مع فكرة الجلب الرزق أو السعي أبداً. له يجب أن نسعى، يجب أن نسعى لأي شيء. نسعى لنكسب العلم مثلا، لأن العلم مفتاح للرزق. نسعى لكسب المهارة. أنا عندي علم، عندي علم مثلا، أنا درست
فرضا كلية التربية لغة إنجليزية، لكن ما عندي المهارة لتوصيل الفكرة إلى الآخرين، فأنا ما أكون مدرسة ناجحة، ما أكون مربية فاضلة. فإذا هذه المهارة أيضا رزق، فيجب أن أسعى أولا للتعلم حتى أغير حالي، أغير رزقي، هو كل من الله سبحانه وتعالى مكتوب لي، لكن يجب أن أسعى، هنالك أسباب. صحيح. طيب مثلا إبراهيم بن أدهم رأى وهو تاجر وهو في الطريق في حملة تجارية، رأى طيرا كثيرا، هذا الطير الكثير ساكن، قال أريد أن أراقب هذا الطير. وجد بعد ذلك طيرا كبيرا وقويا وجاء أطعمه، فقال إذن الرزق على الله، أنا سأترك هذه التجارة وأجلس أتعبد ورزقي على الله. فمر عليه صاحبه أيضا من العلماء الشبلي، قال له ما لك، لماذا تركت العمل ولماذا تركت التجارة؟ قال الرزق على الله، وقص له قصة الطير. فماذا قال له؟ قال أترضى أن تكون كثيرا فقيرا تنتظر أعطيات الآخرين؟ قال لا. قال إذن اسعى وتوكل. نعم. فإحنا المفروض نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونأخذ بأسباب الرزق. جميل. طيب ما فينا ننكر أنه قلة الرزق هو ضيق للإنسان من هذا. نعم. وهذا بيأخذني لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعلم نعرف التقوى كيف لحتى يخرج الإنسان من هذا الضيق. هنا نسأل ما هي ما أسباب الرزق؟ نعم. ما أسباب توسيعة الرزق لنقل؟ نعم. أو ضيق الرزق على العكس؟ نعم. من أسباب الرزق هو تقوى الله سبحانه وتعالى. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله سبحانه وتعالى هو حسبه وكافيه. طيب في عندنا حديث أيضا، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، أو في رواية في أثره، فليصل رحمه. إذن وصل الرحم باب من أبواب الرزق. جميل. راح تقولين طيب كيف يعني وصل الرحم؟ فيه صرف، فيه صرف وقت، فيه صرف مال. صحيح. لكن أنا لا أدري كيف يعوضني الله سبحانه وتعالى وكيف يدخر لي. طيب اليهود الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عنه؟ فبظلم من الذين هادوا الله سبحانه وتعالى حرم عليهم طيبات كانت أحلت لهم. فإذا الظلم بين الناس، الآن الرزق ضيق، وحتى لو الرزق موجود عندنا، المال عندنا، لكن إحنا يعني أعود من هذه الكلمة ربما فينا سفاهة في استعمال المال، في التصرف مع المال. طيب من أين جاءت؟ هذا جاء من البعد عن الله سبحانه وتعالى، من تقطيع الأرحام، من ظلم الناس، أكل مال الناس بالباطل، والغيبة والنميمة لربما من ضمنها الغيبة النميمة، كل المعاصي، كل المعاصي تؤدي إلى ذهاب الرزق. وربما هو الرزق موجود عندي، لكن الحكمة في التصرف في هذا المال غير موجودة. جميل. القناعة ما موجودة، أنا كل ما كثر مالي أنا ترجع عندي رغبة في تكثير هذا المال، وأنظر إنه أنا إيش أعطاني ربي، ما أعطاني شيء. هذا التذمر الموجود في حياتنا. فإذا يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى. بعدين أمر المؤمن كله خير. صح. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فإذا التذمر يجب أن أتركه، لأنه ربما صلاحي في هذا المال القليل. بعدين لو كانت كل الناس أغنياء كيف أتعامل مع المهن البسيطة؟ من يكون البائع؟ من يكون السباك؟ من يكون مثلا الخباز؟ من يكون الكذا؟ ربما يقولون وهل كتب عليه أن يكون خبازا ليطعم الآخرين؟ طيب ما هو يطعم الآخرين فيه أجر وأجرة. صحيح. في عندنا مهن يعني فعلا فيها أجر وأجرة فنية مهمة، هنا شغلة مهمة في حياة الناس، تيسير أمور الناس. صحيح. مثلها مثلا صناعة الخبز، صناعة الطعام، السباكة، تعبيد الطرق، هذا كله فيه نفع للنفس أجور، وفيه أجر لأن أنا أيسر حياة الناس. نعم. طيب أنا هل أستطيع أن أحصي أجري على الله سبحانه وتعالى؟ لا أستطيع أن أحصي أجري، لماذا أطلب الأجور المالية القريبة
وأنسى الأجور البعيدة، فهذا أيضا رزق. طيب دكتورة، في مسألة علاقة المعاصي بضيق الرزق أو سعة الرزق، كثير من الناس تذهب لموضوع أنه أكبر أو أكثر المليارديرية في العالم، يعني هم أصلا مش مسلمين وفي معاصي بيرتكبوها وما إلى ذلك. كيف نرد على هذه الفكرة المنتشرة والشائعة؟ هل السعادة بالمال دائما؟ بالتأكيد لا، ليست السعادة بالمال، وإنما السعادة بالقناعة والرضا. أنا أرضى بما موجود عندي. طيب أنا هذا الإنسان أليس معرض لأن يفقد ماله بين لحظة وأخرى؟ وحوادث كثيرة نسمع عنها. إذن هذا المال حتى اللي عنده هذا من باب الاستدراج، حتى يتبين للآخرين هل شكر على هذه النعمة أم كفر هذه النعمة. لربما أيضا اجتهد وسعى فلقي، اجتهد وسعى في الدنيا، الله هنا يعني اجتهد وسعى في الدنيا وحصل صحيح. أجره في الدنيا صحيح. لكن نحن كمسلمين ننتظر أيضا الجزاء في الآخرة. إذن حتى ابن القيم يقول إن الإنسان يتعجل الفائدة وينسى الفائدة الآجلة اللي هي مرضاة الله سبحانه وتعالى وأجر الله سبحانه عز وجل. خلق الإنسان عجولة، يعني وعسى أن تكرهوا شيئا صحيح. وهو خير لكم نعم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر نعم. لكم. فربما صحيح. هذا المال لما يتيسر عندي أنا أبطر، أنا أخرج عن الطريق، أنا أظلم الآخرين، أنا أتكبر. طيب ما الذي جنيته من هذا المال؟ يعني أيضا هناك بعض الأقوال أيضا والأقاويل اللي بنسمعها، مثلا أنه في كتير أشخاص بتقول ضليت أشتغل لمدة 10 سنين 15 سنة وبدي سيارة ما عم لاقي، ليش ما عم تزبط معي القصة هيك بصريح العبارة؟ نعم. هذا بنسمعه، هذا كل يسعى أجره على الله سبحانه وتعالى. وإذا كتب له شيء سيأتيه، ولذلك يقال إن الرزق هو يطلب الإنسان. يعني أنا أسعى لا أجلس في مكاني، لا صحيح. يجب أن أسعى. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نسعى في هذه الأرض لتحصيل الرزق. صحيح. والرزق رح يشمل الابتسامة ويشمل الضحكة ويشمل المعاملة الحسنة، يشمل كل شيء في حياة الإنسان. نعم. يعني هل الإنسان يستطيع أن يبقى متجهما مثلا؟ هل يرتاح عندما يرى الوجوه متجهمة أمامه؟ لا والله ما طبعا لا. والصحة كمان أكبر رزق، يعني ممكن ما أعطى المال لكن الصحة رزق. ويجب صحيح. أن نؤمن أنه الشيء الذي كتب لنا لا يضيع عنا أبدا. يعني أنا أذكر لكم قصة طريفة مرت في حياتي. كنا زمان في سنين الحصار ندخر ملابس البنت الكبيرة للصغيرة. أنا نعم. عندي 4 بنات ما شاء الله. فالبنت الكبيرة كبرت، فضم الفستان خبيناه لما أجت البنت الصغيرة أصغر منها ب3 سنوات يعني 3 سنوات خزينا الفستان، كانت زر من الأزرار مقطوع. فلبست البنت الصغيرة بزر مقطوع ناقص زر، ما في مشكلة. بعد ذلك جيران نحن حدائق عندنا وننشر الملابس في الحديقة. نعم. بعد ذلك جاء الجيران الملاصقين لنا ونظفوا الحديقة، كانوا تاركين الدار. نظفوا الحديقة، رموا الأعشاب خارج البيت. لما رفعوا الأعشاب أنا أخرج من داري أجد الزر موجود. يا الله. الزر لا قيمة له، لكن هذا فيه درس. يا الله. يعني أنا يمكن هذه الحادثة من ربما 40 سنة بالضبط، من 40 سنة. نعم. لكن أنا يمكن أموت وأنا أتذكرها، إنه هذا الزر الله سبحانه وتعالى كتب لي أن أجده بعد 3 سنوات أو 4 سنوات. إذن ما ادخر لنا سيصيبنا. والله ذكرتيني بهذا الخاتم، بقي ضايع أشهر لحد ما لقيته وأنا وعزيز علي لأنه هدية من والدتي. هذا خاتم إلى قيمة معنوية سبحان الله. فبالفعل يعني ما كتب لنا. المسألة الأخرى أيضا، نحن نحزن على نصيب البنات مثلا. هذا أيضا هذا رزق. صحيح رزق، لكن ثقي ما يضيع نصيب علي عنها إلا وفيه خير. صحيح. ما الله سبحانه وتعالى يبعد عنها إلا وفيه خير. نعم. يعني أيضا مثال، أنا أعرف بنت من عيلتنا خطبت لشخص، لكن سبحان الله بعد أن تمت الخطبة كذا، يعني ما كان فيه شرعي لكن يسموها الجاهة عندكم، انتهى الأمر. بعد ذلك حصلت مسألة بسيطة، صار خلاف. نعم. هذا الرجل بعد ذلك نسمع تزوج امرأة أخرى وطلقها. أيهما أفضل، أن تنفض الخطبة بلا طلاق
يعني خطبة فقط ليست عقد. نعم. صحيح. أم أفضل أنها تتزوج وتتطلق؟ لا طبعا خطبة من غير عقد. فإحنا أحيانا نحزن لفوات الفرص مثلا أو لفوات الأرزاق، لكن الله سبحانه وتعالى مدخر لنا شيء أفضل منه بكثير. جميل. فإذا نترك الأمر ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن نسعى لا نترك فرصة تفوتنا في هذه الحياة. لمشاهد هذه الفقرة أيضا هي رزق بنهاية الأمر. كل صحيح. المعلومات قيمة وجميلة جدا. شكرا لك لوجودك معنا اليوم، نورتينا. المتخصصة بالتفسير الدكتورة أسماء أدليمي، شكرا. شكرا لكم.